لو كنت فلاحاً في الهند فأنت غالباً ستكون غاضباً من رئيس الوزراء، تنزل للشارع وتكون واحداً من هؤلاء. في 2022 وعد ناريندرا مودي بمضاعفة دخلك كمزارع، لكنه في 2020 أصدر قانوناً للإصلاح الزراعي يعتقد الكثير من جيرانك أنه قرار كارثي. المسلمون، المزارعون وآخرون غاضبون في عهد مودي. خلال 4 سنوات من حكم ناريندرا انخفضت أسعار المحاصيل وارتفعت تكاليف نقلها وتخزينها. ساءت أحوال المزارعين حتى انفجروا غضباً ونزلوا للشوارع بعشرات الألوف في 2020. والسبب قانون إصلاح زراعي يحرر الأسعار في عملية البيع والشراء ويرفع دعم الدولة، تصفه الحكومة بالتقدمي، بينما يرى المزارعون أنه رجعي سيقتل أحلامهم لصالح الشركات. فارمو کو اس میں بہت نقصان ہوا ہے، کم سے کم ان کی فصل کو ہے، جو فصل کا صحیح ریٹ نہیں ملے گا نا، ایک دو ریٹ ملے گا ابھی تو وہ پرائیویٹیشن بعد میں اپنے حق میں لے جائے گی نا ان کو نا. مشكلة قانون الإصلاح الزراعي الجديد أنه لا يضع حدا أدنى لسعر المحاصيل، لا يدعم المزارعين قانونيا في حال عدم حصولهم على المبالغ المستحقة من المشترين، بل ويعاقبهم إذا ما أحرقوا القش. نقصان ہی اگر کسی نے اچھے سے یہ بل پڑھے ہوں تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا نقصان ہے. پہلے تو منڈی کرن ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو منڈی کرن ختم ہوگا اور جو عام ناگرک ہیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ پربھاؤ پڑے گا، مہنگائی ہو جائے گی جو اناج ہے ان کو. صحیح ان الحکومہ تراجعت عن بعض التفاصیل بسبب الاحتجاجات، لكن المزارعين مصرون على إلغاء القانون كاملاً، وبذلك جلس 60% من سكان الهند إلى جانب الأقلية المسلمة في مدرجات المتضررين من خطة مودي. المسلمون الذين يمثلون 14.2% من مجموع السكان تصاعدت الاعتداءات الطائفية بحقهم، وزاد العنف المتعلق بنقل الأبقار أو ذبحها أو أكل لحمها بنسبة 84%. وناريندرا عنده سوابق، فقد شارك بهدم مسجد تاريخي في تسعينيات القرن الماضي، وعلى أنقاض المسجد إياه يضع في 2020 حجر الأساس لبناء معبد هندوسي، هذه المرة بصفته رئيساً للوزراء. لم ينتهي الأمر هنا، في 2019 أقر قانون تعديل المواطنة الذي اعتبره 180 مليون مسلم هندي قانوناً عنصرياً يستبعدهم من حقهم في التجنيس عبر شروط لا يستطيع الملايين منهم الإيفاء بها. في 2019 أيضاً ألغى الرجل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة. هل المسلمون والمزارعون وحدهم؟ لا، بل كثير من الهنود. لما جاء رئيس الوزراء مودي إلى السلطة في عام 2014 وعد بأيام مقبلة أفضل. هل هي أفضل فعلاً؟ لا، في الأعوام الأولى نعم هي أفضل، نمو اقتصادي ملحوظ، الهند كانت الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، لكن بالنسبة للعامين الآخرين فالحكاية عنوانها تراجع حاد، بلغت البطالة أعلى معدلاتها منذ 40 عاماً. لم يصلح مودي قوانين العمل المرهقة في البلاد كما يقول منتقدوه، لذلك يغضب العمال، ولم يتمكن من حل مشكلة القروض في النظام المصرفي. أما المزارعون فينتحر 28 منهم يومياً لأسباب اقتصادية بحسب إحصاءات عام 2019. المسلمون ليسوا أقلية من حيث العدد، ف168 مليوناً رقم كبير، هم أقلية نسبة لعدد سكان الهند الذي يبلغ 1,530,000,000 إنسان. لكن مع دخول سكان الريف لمعادلة الغضب يقف مودي أمام تحدي خسارة جمهور انتخابي يعتبر داعماً تقليدياً لحزبه بهارات ياجناتا المتطرف. ماذا الآن؟ كثير من الهنود ينظرون لرئيس وزرائهم على أنه داعم للأثرياء وعدو للفقراء. استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى ضعف معارضي مودي وحظوظه للبقاء في السلطة، حال عبر عنه أحد رسامي الكاريكاتير بهذه اللوحة التي تختصر كل شيء. في 17 سبتمبر 2020 احتفل ناريندرا بعيد ميلاده 70. في ذات السنة وقبل شهور قليلة كان حزبه يتعرض لهزيمة سحيقة في انتخابات مدينة دلهي. ربما كانت رسالة واضحة، الهند تخلت عن الرئيس مودي وحزبه، الهند غير مستقرة في عهده. جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء في تاريخ الهند الحديث قال:
إذا جاءت الفاشية إلى الهند في يوم من الأيام فستأتي في شكل طائفية هندوسية.